خلينا نروح لجولة في آخر الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعد هذه الجولة فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل نجمنا في الفقرة الأولى كابتن أشرف ممدوح في ضيافة البيت الكبير. تقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بخالص التعازي للكابتن ربيع ياسين لاعب الأهلي السابق في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. واصل المارد الأحمر تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي سيستضيف فيها الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مران اليوم بمحاضرة فنية تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة، وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى. أكد سيف سمير كابتن فريق الأهلي لكرة السلة رجال أن اللاعبين على أتم الاستعداد للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأندية بال، وأن الجميع لديهم إصرار كبير على العودة للقاهرة بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع الفريق قبل السفر إلى رواندا كان لها أثر إيجابي كبير، موجها الشكر للكابتن الخطيب على دعمه الكبير والمتواصل للفريق، الأمر الذي يعطي اللاعبين دائما دفعة معنوية ويحفزهم على التتويج بكل البطولات. كرم اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام الحكمين محمد حسن وطارق سامي عقب ظهورهما المشرف خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالمغرب، ونال التحكيم المصري إشادات بارزة بعد المستويات التي قدمها حسن وسامي خلال البطولة القارية والتي توجت بإدارة محمد حسن المباراة النهائية للبطولة. وحضر التكريم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة. توج نجمنا المصري سام مرسي لاعب أبسويتش تاون بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب بعد قيادة فريقه للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بتصويت الجمهور بعد أن قدم موسما تاريخيا. ودخل سام مرسي التاريخ بعدما أصبح أول مصري يساهم في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة القيادة. أجرى نجمنا المصري عمر مرموش لاعب أنترخت فرانكفورت الألماني عملية جراحية ناجحة في يده اليسرى، وسيغيب مرموش على إثرها من 4 إلى 6 أسابيع حسب ما أعلن نادي أنترخت، وبالتالي سيغيب عن معسكر منتخبنا الوطني المقبل. كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن الملاعب التي ستستضيف نهائيات البطولات القارية الثلاث للأندية لموسم 2025-2026، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، ولموسم 2026-2027 أيضا بالنسبة لليوروبا ليج وكونفرنس ليج. واختار يويفا بودابست عاصمة المجر لإقامة نهائي دوري الأبطال 2025 وبالتحديد في ملعب بوشكاش أرينا الذي تم بناؤه عام 2020. توج بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي من رابطة البريمير ليج بعد قيادة السيتي للقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، ولأول مرة في التاريخ ينجح فريق في التتويج بلقب البريمير ليج في 4 مواسم متتالية، وذلك بعدما سيطر مانشستر سيتي عليه منذ عام 2021. قرر المدرب الإيطالي الشهير كلاوديو رانيري اعتزال عالم التدريب بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات رفقة عدة فرق تمكن من قيادتها، وترك إرثا كرويا ومحطات تاريخية وضعته ضمن قائمة أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، وجعلته واحدا من بين أكثر المديرين الفنيين الذين أشرفوا على الأندية الكبيرة. نشرت صحيفة لاجازيتا ديلسبورت الإيطالية تصريحات المدرب الشهير الذي قال فيها: قررت أن يكون كالياري هو النادي الأخير الذي أدربه وأنه الوقت المناسب للرحيل. كشف تقرير صحفي عن توجه إدارة مانشستر يونايتد للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لخلافة الهولندي إريك تن هاج بعد الموسم الكارثي الذي خاضه اليونايتد تحت قيادته واحتلاله أسوأ مركز 8 في تاريخ مشاركته بالبريمير ليج. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تشيلسي فسخ عقد بوكيتينو بالتراضي، وتنتظر إدارة يونايتد خوض الفريق مباراته الأخيرة هذا الموسم والتي سيواجه خلالها مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.
رفض الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الأسبق تولي تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن فليك لا تزال لديه رغبة قوية في تدريب برشلونة بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد أن أصبح مستقبل تشافي هرنانديز المدرب الحالي لبرشلونة في خطر بعد تصريحاته التي انتقدت عمل إدارة الرئيس خوان لابورتا بشأن تدعيم الفريق بلاعبين جدد.